نروح للدكتور بتاع المعمل ده. انا لما بنصح مريض نصيحه خلاص انت ما تقوليش انه ذنب. لا لا اقول له لو سمحت انا قلت لك كده بس ما تقولش للدكتور ان الدكتور في المعمل. لا يا دكتور دي فاضله انا برجع نص التحاليل كمان ما لهاش لازمه. لا ما انا يولع الدكتور بجد محتوى من ايه وما انا برجع نص التحليل ومش مشكله ما يبعتليش. لا لا الغلط ما فيهوش كلام ده ما فيهوش نقاش. يعني دي مش وظيفتي انا. هو بيجي لي التحاليل اقول لها اقول لها ده لازم ده مش لازم. يعني هي يعني الدكاتره بيبقى الكونسيبت بتاعه ان هو عايز يفلتر المريض من كل حاجه تمام وبيحط دلوقتي في برامج موجوده في دكاتره عندها برامج على الكمبيوتر وهو قاعد مع المريض بيدخل الداتا بتاعه التحليل وتطلع له التشخيص. انا عندي كتاب كده انا عندي كتاب يا جماعه في كتاب اسمه امتيازولوجي مش دعايه ولا حاجه. الكتاب ده فيه المريض بيشتكي من كذا لما يدخل يشتكي من كذا اعراضه كذا هتعمل له تحليل كذا هتطلع النتيجه كذا ياخد العلاج كذا. انا عندي الكتاب ده مرمي في المكتب. هنا انت بتقولي مش شغلانه. يعني حد جايب لي روشتة من عند دكتور طالب مني تحاليل دي انا هقول له اه ده غالي ملوش لازمه انت بتشتكي من ايه كده. في اهم من شغل التحاليل في حاجه اسمها البابليك هيلث الصحه العامه انتوا بتدرسوها. جزء من الصحه العامه نشر الوعي بين الناس مش اللي هو تقول ما تنزلش الترعه مش اللي هو تقولي له القوقعه دي ما تلعبش فيها. لا انت اساسا اصلا في حاجه ما بتحصلش في كل معنى الا قليل انا بعملها عندي. انت البيشنت لما يجي المفروض مش الاسيستنت اللي تقعد انت تقعدي تتكلمي معاه بالساعه والساعتين ايه المشكله. حتى لو عندك ضغط بدل العين انا بعمل ده في معملي لازم اقعد اخد الكيس هيستو من ايه الزد عند المريض على الاقل ابقى شغال وانا فاهم. هو مش قصه اللي هو بياخد انسولين او قصه اللي هو بيتعالج من الكلى قصه اللي هو عنده صديد. لا من ايه الزد دي اساسيات غلط وكل ده موجود في المعامل للاسف عندنا. هو اصبحت الطب تجاره. المريض يدخل ياخدوا منه العينه يطلع النتيجه النتيجه تلاقيه خاف يقول له عشان الدكتور ما يبعت روح البتاع. لا اتكلم مع ما تخافش. امال انت ايه وظيفتك؟ طب ما انا ممكن دلوقتي في ايطاليا عملوا انسان الي يسحب العينه وعملوا الاجهزه فول اوتوميتد بتفصلي وبتقعدي لازمتك ايه؟ طب ما انا اجيب عم ام سعيد اللي عندها في المستشفى تطلع انا قصدي ان انا او ماشي هوجه نصيحه بس العين جاي جاي من عند الدكتور هيعمل التحليل اللي طالبها الدكتور هيعملها عندي او مش هيعملها يعني عندي كده كده هيعملها. عظمي بيوجعني الدكتور طالب له فيروس بي ليه؟ لو هيكلم يعني لا هو ممكن يكون لا هو ممكن يكون مع الدكتور في وهو قاعد حكى له على حاجه وقال له معلومه حاجه ثانيه. انا قال لي ده الدكتور قال هو ادى لا غالبا ما بيحصلش الكلام ده في المعمل. غالبا المريض ما بيفرفرش في كل حاجه. انا عندي بقى على خطه منه بقى انا محصور هو قاعد لحد ما اجي منه. ده ينفع لو حد جاي لي انا عايز اعمل كذا عشان بشتغل كذا حضرتك بقول ده مش هينفع غير في معملك البرايفت بس وانت شغال على حد مش هتعرف تعملي ده. لا ليه؟ لا استحاله هيكشك. اي حد بيجي لازم بنساله بتشتكي من ايه رحت للدكتور ايه عندك ايه اي حاجه. لا لو الكلام ده بقى هيقول لك ما تتصلش انا وانا يعني انا ما اتعلمتش. لا 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 احنا شغالين في المعمل اهو اتصل عليهم. لا ما سالوش. ايوه دي سياسات مكان. انا واحد من الناس انت بتتكلمي مع ودي مع مودي. نعم امال ايه؟ انا مع مريض انت طب ماشي. انا يعني انا بعمل انا بعمل تحليل سكر وطلع لي سكر انا قلقت منه. هعرف منين ده عالي ولا مش عالي الا لو هو قال لي ان هو اصلا مريض سكر. لسه مش في السكر بس ايا كان بقى ايا كان ده مش ايه يعني انا هقلق من حاجتي بعد ما يمشي. ما انا لازم ابقى عارفه انا بشتغل على اي اساس. ولو ما سالتهوش في الديب في المعامل هو اصلا ما بيبصش في نتيجه التحليل. الديل ما بيبصش. اي دكتور عامل ديل ما بيبصش في نتيجه التحليل واتحداك عشان هو طالب حاجه عارف ايه. لا انت هو بيبقى كاتب العلاج اصلا قبل ما تروح كمان. اه لا لا مش حاجه بص يا صغنن هو كل همه اللي ياخد فلوس وده مش قصتنا ومش هندخل فيه. ماشي احنا نرجع احنا كنا بنقول ايه جينا بقى على الهيموجلوبين وقلنا المشكله فين. احنا عشان نشتغل هيموجلوبين اول حاجه لازم نعملها اي قبل ما نروح على المعمل نشتغل لازم الكتس بتاعتنا تطلع نص ساعه بره الثلاجه. لازم الكتس تطلع نص ساعه بره الثلاجه. افضل شركه في الهيموجلوبين حتى عارف اسمها رامبوكس رقم واحد وبعد كده دايموند رقم اثنين والفيتو المعفنه اللي هي من حد. انا بحب بايومتر. هو انا اشتغلت بدايموند واشتغلت برامبوكس ورامبوكس فيتو انا بحضر وممكن تحضري كميه مع بعضها تمام. طيب احنا دلوقتي جه المريض سحبناه العينه خدنا منه 2 سم على ايديتا وقلنا ايديتا 50 مايكرون واحنا ساحبين منه ومفضيينها ومقلبينها ودخلنا المعمل طلعنا اشتغلنا النتيجه طلعت 12 هل صح ولا غلط؟ نعم
لازم يبقى في شروط ثابته عشان نقدر نقيم النتيجه بتاعتنا. اول حاجه الجهاز يشتغل اقل حاجه ربع ساعه. ليه ربع ساعه؟ عشان يسخن. عشان انتوا لما بتيجوا تخبزوا بتحموا الفرن الاول صح؟ ولا بتخبزوا ولا بتنيموا. استنى بس، انت الجهاز بتاعك هو موجود بيظبط درجه الحراره على حاجه ليه؟ ربع ساعه. ايوه ربع ساعه اقل حاجه. حتى لو هو ايه؟ لازم يشتغل ربع ساعه. لو ما اشتغلش هتطلع كل ما تقيس العين هتطلع لك نتيجه ثانيه. مثلا احنا في المعمل بنشتغل جهاز جديد وقديم. جميل، ده انضف جهاز موجود تحاليل، افضل من الفول اوتوماتيك. ربع ساعه برضه؟ اي حاجه ربع ساعه. انا عندي واحد زميلي عنده جون واي لازم ربع ساعه. ليه ربع ساعه؟ عشان لما تسخن، عشان الجهاز ياخد احتياطاته، عشان تهيئ الدنيا، زي ما بنطلع الكتس من الثلاجه نحطها نص ساعه ده. ليه؟ عشان درجه الحراره. مش فاهم. يعني انت لو فتحت الجهاز شويه بقى ما ينفعش. اري ده اللمبه هي بتقول كده؟ اه في بقى ايه كان بقى معاكي؟ ايوه لان هي هم بيقولوا ان اللمبه بتاعت الجهاز هي اساسا ليها بايظ اسبان، يعني المفروض ان يا دكتوره اللمبه سواء اشتغلت 100 ساعه سواء اشتغلت ساعه هي سنه وبتضل. لمبة ايه يا جماعة؟ احنا اكبر من الكلام ده بكتير. لمبة بتتغير بعد سنة زي ما انت عارفين. تمام؟ وهنشرح بعد كده في الجهاز الكيميائي الموجود ده. طلعنا النتيجة وشيكنا على شغلنا طلع المتكلمين 11. حالة عندها ايه؟ حالة عندها ايه؟ يبقى انت عملتها طلعت الجهاز. طلعنا النتيجة بقى الثانية عشان ده لازم نقطة مهمة لازم نقولها. حالة عندها انيميا ماشي؟ عندها ايه؟ انيميا ومركبة وسيلة منع حمل ماشي؟ والحالة دي متجوزة وجوزها نزل في الشارع عمل حادثة نزف دم تمام؟ وايه الكلام ده؟ الكلام ده كبير يا اسطى مالكش دعوه بيه. اكيد. والحالة واقفة راحت نازفة هي كمان، هو دخل العناية وهي دخلت العناية، علقنا الراجل كيس دم وعلقنا للست كيس دم، نطمن على التحليل ونتابع للراجل بالسي بي سي ولا بالانيميا وللست بالسي بي سي ولا بالانيميا وليه؟ والشباب اللي هو بيسكت خالص. ها فهمتوا الحاله ولا اقولها تاني؟ فهمتوا؟ ليه؟ هنتابع بايه؟ اشتغلوا انتوا فطرتوا؟ عشان كده حد كان فول اكيد طبعا. ها يلا نجحت في البلد معانا انت ادمن في الصواب بس هي لسه في بي سي ولا من انيميا وما اعرفش وفر على نفسك بقى الشحن الشنطة. هنعمل ايه؟ الحالة دي عندها انيميا، عندها ايه؟ انيميا، عندها جي 6 بي دي تمام؟ طب هنعمل سي بي سي ولا هيموجلوبين؟ ركزوا. جاموسة بتاكل ايه؟ تشرب ايه طيب؟ الحالة عندها جي 6 بي دي، جي 6 بي دي تبع النومو سوتك نومو كورن تمام؟ او عندها انيميا حديد مايكوسيت، نقلنا لها الكيس نورموسيتك، فاصبح اللي انا عندي النورموسيتك واصبح اللي انا عندي المايكوسيتك. لما اجي اعمل هيماتوكريت ايه اللي هيحصل؟ لو دي الهيماتوكريت بتاعها 37 ودي 20 يبقى التوتال 57 على 2 كام؟ 57 على 2 27 ونص ولا حاجة تمام؟ هل البي سي بي النسبة بتاعته صح؟ أنا الجهاز عندي طلع 2 بي سي بي وخد الدلتا، لكن الراجل هو أصلاً نورموسوتك نورموكوميك، فالقوة بتاعته صغننة، نقلنا له كيس نورموسوتك نورموكوميك، فالقوة صغيرة، فالبي سي بي بتاعهم واحد. يبقى في حالة الراجل هتابع في إيه؟ سي بي دي، وفي حالة الست هيموجلوبين. فهمنا؟ عشان لما تقفوا تشتغلوا ما تبقوش تايهين ولا مجربين او ولا مجربين صح ولا غلط؟ لا صح بس مش النتيجه الفعليه تمام؟ في مشكله؟
عملنا هيموجلوبين. ليه وظيفة الهيموجلوبين ده؟ ايه لازمة في جسمنا؟ انت مالكم فنحين؟ طبعا ليه وظيفة؟ يعني حاجة مهمة الهيموجلوبين ده؟ يعني انت مريض جاي تعمل تبع انيميا، هو بيتبع بالهيموجلوبين. هو انا بشخص الانيميا بالهيموجلوبين ولا بايه؟ بايه؟ بالهيماتوكريت. بي سي بي اهم من الهيموجلوبين. الهيموجلوبين هو مؤشر، يعني هو المدلول، لكن انا عشان اشخص بالهيماتوكريت وبعدين ايه البلاد انديزز. الهيموجلوبين ده اخر حاجه ببص عليها، مش بحط عليها علامه واكتب عليها، مفيش الكلام الفاضي ده. تمام. يبقى احنا عندنا اول حاجه الهيموجلوبين، المحلول بتاعه اسمه دراك. كل كيتس ليها طريقه تحليل، طريقه تحضير للمحلول، حد هو بنقيسه وبنطلع النتيجه. تمام. في مشكله في الهيموجلوبين؟ مريض هيموجلوبين 16 نفهم منه ايه؟ شرب سجاير. ده لو طبيعي عارفين السجاير بتعمل الاوكسيد، بتطلع الاوبسيز، زي ما الدكتور قال لكم اللي هو التحليل الجي جي تي اللي بتاع الكحول. اب جايب ابنه بيعمل له تحليل اوراق سليم النسبه عاليه. السلام عليكم يا حاج ابن بيشو، عملت ايه بالولد؟ شمطته شكلعت الولد خالص، ما ينفعش هتضيعه مصر. طبعا ده هيدخل بيه ماشي. فالحاجات دي بنعرف منها النسبة لو عالية في المعمل. في حالة دايما هتجيلك في المعمل انا مصدعه وتعبانه جدا، انا مصدعه وتعبانه صدمة بالوحش. جميل. تيجي تعملوا له الدكتور يقول له اعمل له انيميا. الدكتور هيقول له اعمل له ايه؟ عملنا له انيميا طالعه 16 17. يا عم لا، التحليل ده مش مظبوط. راح بعت البرج طالع 16، راح بعت المختبر طالع. طب ايه المشكلة في ايه؟ المشكلة اللي ده عنده حاجة اسمها بولي ثلاثيميا، كرات الدم عالية جدا، فلازم يقلل شوية، لازم يتبرع بالدم. دي حالة هتقابلنا في المعمل كتير جدا. كلنا بقى شطار، عملنا تحليل انيميا طلع الهيموجلوبين 9. بنعمل ايه للمريض هو انيميا حديث؟ فبنديله فيتامينات وعلاج، صح ولا غلط؟ غلط. احنا قلنا هنتفق ديليت كوز، هي الانيميا جت منين؟ منين؟ الغبو بقى سيتولوجي. ديدان عملت انيميا، عالجنا الانيميا، ادينا مقويات، كبرت الديدان، ده حوت كبرنا المريض. غلط. هتضيعوا مصر. انا عندي كرسيه جميله كده نمله من طفل عسول حطيتها في المعمل، شفتوها جبتها هنا مسطح عليها عسل كده صغننه كمين قمر كده. يعني غلط، لازم اعالج الديدان، وبعد ما اعالج الديدان اعيد الهيموجلوبين، لان هنا اصبح الهيموجلوبين مؤشر لوجود ديدان. زي ما تيجوا في التيجي اللي هتلاقوا امتى نعرف التحليل بتاعنا مضروب ولا لا. انا مطلع لك تحليل برنس كده، مطلع لك تحليل سي دي سي وضرب الدفرنشال بتاعه ملك، رحت عامل سكول طلع ايه؟ اوتوستوما. جميله. رحت انت استاذه بقى ماسكه الدفرنشال، لا فل قشطه تمام، انت بس عندك ده. طب ما تعرف ده مضروب ولا لا؟ ما الانكليستوما او البار زايد بتطلع الايزينوفيل عالي، ما ينفعش اكتبه طبيعي. يبقى لما نيجي نضرب على بيزك الكلام ده بيتصور. ندوب على اساس علمي يا جماعه، ما ينفعش كده. تمام. يبقى انا ما ينفعش مريض عنده انيميا واعمل له تحليل ستول وطلع فيه ديدان ادي علاج للانيميا، لازم اعالج الديدان الاول. طب ما عندوش ديدان، عمل تحليل ستول ما عندوش ديدان كده، ما عندوش ديدان. ريبيت 3 دايز، تعيدوا التحليل 3 ايام زي ده مريض الضغط. طيب عملنا اول يوم ما عندوش، هل هناخدوا العينه في نفس الميعاد ثاني يوم؟ لا هو ثالث يوم بالليل ما عندوش، هل ده معناه ان هو ما عندوش دم؟ لا برضه. يعني هل ده يجزم ان احنا ما عندناش دم؟ هو مش احنا ربنا خلق ستات وخلق رجاله؟ هي وظيفه الست ايه؟ تولد، تحمل وتولد. طب والراجل ما بيولدش؟ الديدان برضه ما بتولدش فيها رجاله، عشان كده في تحاليل تانيه خاصه اللي احنا نعرف. في تحليل اسمه كده كانت حقن تحت الجلد وحاجات الاجسام المضاده والبلهارسيا انتي بادي، كل ده عشان نقول هو ما عندوش ديدان بس. حد يجيب رقم فلسطيني عارفين بيشخصوا الانيميا ازاي؟ الانتاميبا بيعملوا لها بي سي ار. سمعتوا عن بي سي ار ولا الانتاميبا؟ عارفين احنا ادي فلاجيل يا اسطى، وهندخل على موضوع فلاجيل كمان شويه. تمام. احنا عندنا كده عملنا ايه؟ الانيميا. بعد ما عملنا الانيميا
اولا لازم نتفق اتفاق بقى مهم جدا اللي من سنه 50 من سنه كام 50 للحظه اللي احنا فيها دي مفيش كتاب تحاليل طبيه محتوى في حاجه اسمها اوسيس كاونت تمام ليه حد يقدر يقول طب حد ملايين غلطنا في واحد طلع مليون انا بعت اوبسيس انا بعت مانيوال انا بقول لك بس ده مش صح ولما اتكلمنا قال لك ما تعدش ما تطلعش اوبسيس بي سي في اوبسيس طب ازاي وما ينفعش يا اما تجيبي كاونتر بقى يا اما تعدي بس تعدي صح تمام بنعد الاوبسيس ازاي لا ناخدهم من الاول نرجع للتي ال سي الاول يعني ايه تي ال سي توتال لوكيسايد كاونت اللي هي قرارات الدم بيته ايه لازمتها ايه الكلام السهل بتاعنا ايه دخلوناش في كانسر والكلام ده الحاجات الخفيفه طيب يعني ايه توتال لوكيسايد كاونت اللي هي قرارات الدم بيته لازمتها اللي هي بتدافع عن الجسم لازمتها اللي هي بتعمل ايه بتدافع عن الجسم يعني دخل بارازايت او دخل فيروس او دخل اي حاجه فبدا يتهاجم وتطلع الماكروفاج والتي والبي والكلام الفاضي اللي انتوا عارفين دول وبعدين بدات تدخل في حرب معاها وبعدين اللي بيحصل بتموت البكتيريا ماشي هو بتنزل في اليون على شكل بس سيل وركزوا في حته البس عشان هنرجع لها في المزايا بس سيل تمام كده طيب بتزيد في حالات الالتهابات والحاجات دي وعندكم هي متقسمه سيجمنت ونيتو وستاف وبازو وزينو والحاجات اللي انتوا عارفينها دي وكل حاجه بتزيد في حاجه تمام كده طيب احنا عندنا شيفت تو ليفت وفي حاجه اسمها ريليتيف وفي حاجه اسمها ابسولوت والكلام الكبير ده اللي بقى مش عارف تفصيل بعد كده عملنا تي ال سي المحلول بتاعنا اسمه خلي ايه لازمته الخل دوت يعني هو المحلول احنا بنشتغل بالخل ليه بيفرق مع قوات الدم يبقى انا فرق بين الباص والاوبسيس في اليون ازاي نقطه خل هتلاقى واحد هيجي بقى واحد يقول لك الثانيه اصل دي مدوره ودي مقوره ودي فيها ما اعرفش نواه انتوا عارفين الاوبسيس فيها نواه طبعا ايه الاوبسيس ما فيهاش نواه يعني الاوبسيس فيها نواه الجمل والفرائس بس هم دول اللي فيهم نواه نشرح بيتر كمان شويه ما تقلقوش ماشي لكن اوبسيز فيها هيموجلوبين عايز تشوف شكل الاوبسيز حط نقطه دم وتفرجها تحت الميكروسكوب اللي هتشوفها في يلا تشوفها في اليورين لكن ده في عك في الموضوع ده رهيب يبقى الشريط مطلع ليكو سيتوزس موجب 3 وهو مطلعها اوبسيز اوفر مني برنس ده لا دماغه متكلفه ده تمام كده بنحط ال 200 على ال هم المفروض 190 ماشي على 10 او 380 على 20 والافضل 380 على 20 بس لو حطينا 200 انا بحط 200 على 10 ما بتقولش تمام بنحط انا بعد كده هشرح لكم سنت متر بس الاول هنقول الكلام ده حطينا الدم على البتاع اللي هو عشان نخليك وسيبناه شويه وبعدين احنا حطيناه على الشعر دي القانون بتاعنا او بعد كويرتي 50 ال 50 دي جت من ارتفاع الشريحه مع المربعات مع تقسيمه كده غم يعني لانه في شرايح صيني شرايح السن دي ما بتبقى عدد المربعات بتاعتها قليل اقل من المربعات الايه اللي هي الالماني فبتعملي اصلا ليها فاكتور دايليوشن ثاني وبتطلعي فاكتور ثاني بس هو القانون الثابت 4 سكوير من عند الاربع مربعات بنضرب 50 كل مربع متقسم ل 16 هنقسمه دلوقتي تمام البليتلت لازمتها ايه في الدنيا؟ ساعد خليكم بقى ساكتين بقى بليتلت يعني بتعمل ايه في التجارب؟ مش دقيقة المعلومة علي صوت شبكة دي مظبوط بس برضه مش صح يعني مش دقيقة عظيم حاجة هو احنا لما بنشك مريض شكنا ايه مريض الدم بيقف ليه
تعرفين طبعا ان احنا بنكون الجلد من طبقات وحاجات كده. في طبقه فيهم في طبقه فيهم زي الكهرباء او المغناطيس بتشد البليتلت ماشي عليها، وبعد ما تتجمع البليتلت عليها بتفرقع. ايه اللي بيحصل؟ بتفرقع، بتعمل حاجه اسمها الفاتي فاكتور، المعامل الدهني. لما تيجوا تشوفوا تكوين الجلطه هتلاقوا فيها الفاتي فاكتور ده، ده اهم حاجه، هو والكالسيوم في الجلطه. من غير الفاتي فاكتور يحصل سيوله. طب مريض البليتلت بتاعته طبيعيه وعنده مشكله في سيوله، وعنده المشكله فين؟ في السيوله. والبروثرومبين طبيعي والبي تي تي طبيعي، مشكله في ايه؟ اللي اصلا اللي شكل البليتلت ما يكونش واخد الشكل الطبيعي. الناس عاوزه الكلام ده، انتوا ما صورتوش ليه الكلام ده؟ شكل البليتلت مش الشكل الطبيعي، فبالتالي ما قامتش بالدور بتاعها، تمام كده؟ بالتالي ما قامتش بايه؟ بالدور بتاعها. طب انا هعرفه اذا كان طبيعي ولا مش طبيعي منين؟ من الديفرنشال. يبقى احنا قلنا البليتلت دي بتتجمع وبتفرقع تطلع لنا ايه؟ الفاتي فاكتور. السؤال بقى عجيب مصر كلها بتساله، هو لازم البروثرومبين يبقى ليه علاقه بالبليتلت، يبقى ليه علاقه بالبي تي تي، يبقى ليه علاقه بالنسف، يبقى ليه علاقه بالتجلط؟ هو في حاجه اسمها تحليل تجلط؟ احنا عندنا البليتنج والكلوتنج صح؟ في حاجه اسمها كلوتنج طيب؟ اتلغى من العالم. في حاجات كتير اتلغت، عارف الناس اللي بيمسكوا دول؟ شفتوا كده اوكي يا باي على الناس اللي ماسكين البلد دي. اتلغى ما عادش موجود. هو اللي بيقوم بنفس وظيفه ال كلوتنج البروثرومبين بالظبط. تحليل بيطلع نتيجه في ثواني، وتحليل بيطلع نتيجه بالدقائق كتير، واحد 12 ثانيه، واحد 9 13 انه هو الادق ثواني. ناس كتيره جدا ماتت بسبب الكلوتنج تايم. طب احنا شغالين في معمل وجنة هنعمل ايه؟ تعمل ازاي بقى زي الشطار؟ حد عارف؟ غلط قول. غلط قولي بقى. غلط كده، دي اضعف حاجة. هو كل انا بعمله من الصبح. بيتني الشكاكه. بيتنيها مع الله. هتشدي من ودني، انت عندك قلب تعملي لحد من ودنه. ده نقتي اللي شغال في المعمل لو مسك ودني يعمل كده. في ناس بتعملها من كعب الرجل. اللي حضرتك بتتكلم عنها ده الناس مش هتبقى. تجلط بقى. لو سحبت اصلا عينه بتاخد نقطه. بقولهاش اتحكمتي بدرجه الحراره بس خلاص، يبقى التحليل غلط. اتحكمتي بدرجه الحراره يبقى التحليل غلط. ولا ده ولا ده. لا 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 البليدنج الكلوتنج هو اللي ملوش لازمه. البليدنج مهم جدا، لكن انت دلوقتي اي تحليل بيربطنا درجه الحراره. بنسحب 3 سم من المريض وبنرقم 3 انابيب، 1 2 3، وناخد قريب 3 2 1 ونقسم ونطلع الداتا. دي اصح اي حاجه واتلغى، واتمنى ان هو ما يجيبوش داتا. ماشي؟ زي ما حضرتك قلتي بقى اللي هي الشكه او الودن او الكلام ده، ده البليدنج. طب ده بيقيس كفايه ايه؟ الايه؟ البليتلت. ايوه البليتلت ومعاملات الدم. طيب البروثرومبين بيقيس كفايه المصارف الداخلي. الخارجي بيقيس المسار الداخلي. طب والبي تي تي؟ المسار الخارجي. طب انا دلوقتي عندي بي تي وبي تي تي، بي تي طبيعي وبي تي تي عالي، شرط يعني لازم يقاس يا عم ده في مشكله في ديفكت في المسار الداخلي. سؤال ما يتسالش، في مشكله هنا والتاني دوت بيشوف حماده وده بيشوف حماده ايه؟ تاني خالص. يعني ده ايه؟ ده بياخد مثلا نرفان وده بياخد اسبوسيد مثلا. انا بشوف كفاءه المسار الداخلي بتحليل مثلا اللي هو البي تي تي، وبشوف كفاءه المسار الخارجي بتحليل البي تي. يبقى مش مرتبطين ببعض، لكن البي تي مرتبط بالبليتلت. واحده ما حامل سقطت، ايه السبب؟ سقط. هو انا اعتمد على قضاء ربنا، فاكرين الست اللي سقطت معانا هناك قاعده، كان معانا قاعده يومين سقطت في الشرح. سقطت، ايه السبب؟ شغاله مخكم. عارفه زمان كانت الواحده تحمل وتولد كده، تقطع الحبل السوري تولد تقوم تقطع تكمل شغل، لكن دلوقتي مجرد ما بتحمل الدكتور قال لها اقعدي 13 سنه ما تتحركيش من على السرير. يعني مش عارفه؟
بقاش في تغذيه دمويه للطفل فبقى بنعمله بقى بنعمل تحليل ايه هنا بي سي تي دي الدكاتره طالعين في الموضه الجميله دي يعني الكلام ده كان لسه 2013 باين ما راحوا كم مؤتمر كده فقالوا لهم المعلومه الحلوه دي البيبي بيوصل له النسبه يعني لو الام كده طبيعي السيوله عندها وعملنا البي تي تي لقيناه طبيعي لازم نديها علاج يزود السيوله يضخ الدم عشان ما يحصلش لو الدكتور قالت ايه الدم فوقي الدم ايه ما يضيعش من ما يوصلش للطفل كويس ويموت تمام طب الطفل مات تاني ما عندهاش سيوله هنعمل لها التحاليل اللي الدكتور قالت عليه توش اول اي جي اي جي ام اللي هي سايتوماجال وهيربس والكلام ده الدكاتره بتوع زمان ما بيعتمدوش على التحاليل دي انا يقول لك ولا لها لازمه اساسا ولا ليها لا يا عم التوكسوبلازم يا عم كفر دماغك صلى على النبي يا عم سايتوماجال يا عم الراجل يجيله تشوهات يا عم كفر دماغك والطفل بينزل ايرت يعني تبص تحس بلع فيروسات وهو بيتكلم معاك طيب ماشي يبقى التحاليل دي مهمه جدا في ايه تاني ممكن يكون طبعا شلت انبوبه بقى والكلام الفاضي اللي انتم ما بتشيلوهوش ده الرجاله بس اللي بتشيل صح الا كمان طبعا ماشي انت عارفاه تمام كده يبقى في حاجات كتير عندنا للوحده الحامل دي والكلام ده في دكاتره بتقتنع بالتحاليل ويقول لك الاي جي ام والاي جي زي ما حضرتك قلتي وفي ناس ثانيه يقول لك ما لهاش لازمه التحاليل دي زي بالظبط في ناس تقول لك الاتش بايلوري تاخد لها علاج وناس ثانيه يقول لك ولا لها 6000 وعلى فكره كل اللي بيقول كده صادق خدش عليك عندي العينه في البيت اقول لها عندي تيفود يقول لي تكبر دماغك طب انت بقول لها يا عم صل على النبي يا ستي بموت يا عم كل هتبقى كويس ده بتبقى وشته ثقيله كمان لا هو يقول لك هو علاج الاتش بي ال هيليكيو تمام يعني في في ناس ما بتديش بتدي مضادات حيوي معين مضاد حيوي تمام هو احنا عندنا هي الطب بيختلف يعني من مدرسه لمدرسه ولما نيجي للمزرعه هتعرفوا هو بيختلف اختلافات كتير يعني فا والله انت عاوزين تعالجوا وتمشوا ماشي مش عاوزين تعالجوا وتمشوا طبعا الناس دي ماشي واحنا اصلا ما بنكتبش علاج احنا بس بقى بنعيب على الناس وخلاص ماشي مالناش دعوه بالعلاج يبقى قلنا عندنا الهيموجلوبين وقلنا التي بي سي بنعده ازاي وبعدين قلنا البليتلت اهميتها ايه وبعدين عندنا البلد اندكس اللي هي معاملات الدم بتاعتنا اهميتها ايه يا اهم حاجه في السي بي سي اهم حاجه في السي بي سي بتحدد لنا انواع الانيميات والكلام ده وليها معادلات بتتحسب منها ونبقى ننزل على الجروب ايه اللي هي الحاجات بتاعتي كان عندنا الهيماتوكريت وده مهم جدا اللي بناء عليه بنحدد الانيميا برضه وبيتصرف عليه العلاج بعد كده عندنا الدفرنشال بتاعنا تمام كده طيب في حاجات كده بتمسكوا تحليل السي بي سي اللي معمول على الكاونتر معاك يلا اقف ده ايه الام بي في والبي دي دبليو والار دي دبليو ايه العك ده حد عارف لازمتها ايه عشان نشوف اشكال بقى اللي البي دي دبليو زي الار دي دبليو تمام والام بي في بتبقى خاصه بايه بالسلم ميمبرين بتاع بتعرفنا ايه الحاجات دي عملنا تحليل السي وزي الشطاطه ايه واحنا عاملين ايه بقى بناش كاونت هيموجلوبين فيه في كام ثلاثه عشان نطلع الهيماتوكريت اساتذه طبعا ثلاثة ضرب العينات غلط هو ثلاثة وثلاثة من عشرة تمام غلط يا جماعة المفروض الهيماتوكريت يجي سنتر معين وأنابيب شعرية وبندوره وبنقيس والكلام ده ما بيحصلش أحد عجائب الدنيا السبع بتحصل في مصر سنتر الهيماتوكريت تصميمه معين لحجم أنبوبة معينة أنبوبة بلاستيك تين سلسال حط في السنتر اللي جوه ويشتغل يا اسطى زي ما انت عاوز تقول اوه وطلع ويس على ايه على مستوى احلى شغل بيطلع واحلى نتائج تمام احنا لسه هنعد اوبسيز لسه هنعد اوبسيز زي الفل يا كبير قشطه هيموجلوبين على ثلاثة بس عشان تبقى حدقه بقى سوي لي واحد وقلل من الاوبسيز ايه بص ده هو النتائج انت بتقولي حاجات عجيبه النهارده والله انت فضلت النهارده ايه ايه بتعملي ايه تاني بناخد الهيموجلوبين ضرب 7 اه 7 واحد اه وبعدين نسمع الجنين مين البطل اللي طلع المعادله انت بتكتبي ايه والله بتكتبي ايه مش موجوده في كتب جبتها منين دي هي قالي كده هي مين دي انا عاوز اعرفها هي دي جبتها منين دي
عمرين السبعة يعني لو مديدين مثلا 10 يعني 10 7 70 ناقص 1 69 على 3 على 2 69 على 2 بحس بس نفسين التحاليل لا انا محتاج اقعد معاها انا محتاج اخد الحاجات دي هضيفها عندي دي حاجات انا عندي صراحه عامل فايل للحاجات العجيبه دي اول ما اسمع عنها وما اقدرش اقول لكم صح ولا غلط وما شفناهاش في كتب ومفيش اي طريقه ثانيه لما تكتب في السنتر لا ما تكتبش اصلا انا اقول لك على حاجه معنى ان انت ضربتي في 3 وقسمت على 3 تلاقي عندك الام سي اتش سي 33 و3 من 10 هتلاقي انا عاوز النتائج ده عندك الام سي في حوالي 90 او 92 وهتلاقي لا ما بتطلعش 80 لما بتقللي 6 في التحليل دايما بتطلع 90 بنص هتلاقي عندك الام سي اتش دايما 30 لا لا 29 من 30 معنى ايه اللي هو مويت حتى لو مويت انيميك هتطلعينه ومصيبك انه مكون مكانه الحاله دي ما تنفعش غير في الحاله الطبيعيه تقدري بقى تطلع لي مريض انسان طبيعي جاي حالة في المعنى حياة في الجلاش احنا في المعامل بنختار عملت التحليل بتاع السي بي سي لازم حاجة مهمة نعملها حتى لو النسبة كلها طبيعية لازم اعمل ديفرنش ليه لازم اعمل ديفرنش حد عارف هو الاول في نقطتين مهمين لازم نعرفهم واحد جاي بيشتكي من جنبه دكتور طلب له تي ال سي طلع طبيعي هل ده مقياس اللي هو عنده زي ولا لا في ناس كده يجي ايه في المعمل كده ناس بتبقى ناصحه انا بقى دكتور اعمل لي تحليل ازاي ده لما اشوف الدنيا ايه يا اسطى تحليل ازاي ده انت مش عارفه انت مش دكتور ايه يا عم تحليل ده مفيش حاجه اسمها تحليل زي ده مفيش حاجه في الدنيا اسمها تحليل زي ده تشخيص ازاي ده بالفحص الكلينيكي اللي هو السريري ده تحليل ده مؤشر يعني ممكن يبقى طبيعي ومفيش زي وفي زي ده ممكن يبقى عالي ومفيش زي ده طب وانا لحد كام اكسبت بالتحليل يعني مثلا التي ال سي من 4000 ل 11000 15000 في مشكله بالنسبه لكم عنده حاجات كتير 20000 في مشكله بعد ال 20 هنهزر دخل عليكم لا لسه مش لوكيميا نسبه اللوكيميا دي حاله تي ال سي 90000 بلاش خلاص اتنين عندنا كفر زي احنا هنا في السيد عشان المسؤول انا هنا اسكندريه الاسعار كانت 90000 ايه قولوا 90000 تي دي سي ايه لوكيميا غلط ماشي معايا شوف الديفرنشال غلط هتعمل هتشوف ايه في الديفرنشال خلايا الدم البيضاء مش ده في عندنا سي بي سي مانوال وفي سي بي سي اوتوماتيك مشكله الاوتوماتيك ايه بقى سايز طب ايه سايزه عندنا قد السايز بتاعه الليمفوسايت او التي ال سي ها انتوا معانا على الجروب حدش فيكم معانا على الجروب امال انت جيت ازاي ايه في كوركشن سي بي سي في حاجه عندنا اسمها نورموبلاست حجمها نفس حجم الليمفوسايت الجهاز بيقيسها على انها ليمفوسايت فلازم نعمل كوركشن شكلها عامل ازاي عباره عن اوبسيز وعليها شكل الليمفوسايت كده شكلها بالظبط ونفس الحجم لازم اعمل كوركشن واطاحها واطلع النتيجه طب ما فيش نورمال زيكت اسمها نورمال بلاستات مش زيكت في بليتلت في كلومبس للبليتلت في جاينت بليتلت يبقى لازم ديفرنشال في نوع من انواع الاوبسيز اسمها تارجت سيل كده حد فيكم عنده الباب الخلايا الهدفيه تمام دي بنشوفها علاقه الانفكشن تمام سبيروسايتوزيس مهمة جدا البليتلت طالعه زيرو في العد خلاص كلها راحت على الله بليتلت زيرو انا بعد بليتلت طالعه زيرو ينفع تطلعها زيرو في المعمل عارفين يعني ايه بليتلت زيرو انا مدى بس هيموت هيموت مفيش حاجه سيوله نعمل ايه؟ لازم يطلع واحدة عشان نقول ألف هنعمل ايه؟ هنعد ونقعد ندور كده تحت الميكروسكوب لحد ما نشوف الاتلتاية يبقى ما ينفعش اطلع بس على المانيو ولا ما اعتمدش على المانيو لا ايه؟ ما اعتمدش على الكوميتر ولا المانيو لازم ديفرنشال
اصلا كده او كده. لا احنا ما بنعملش. عنده برضه علي السيجمنت، عنده بارازايت رفع الليمف، يعني ده كبر الجيو علي دي غلط. انتوا ما اشتغلتوش في معامل ولا ايه؟ لا والله، بس الناس لازم تعمل ديفرنشال، حتى لو بيعمل ديفرنشال لازم صغيره على الجهاز اصلا مش شاطحه. كم عمل بيعمل ديفرنشال في مصر؟ مش كتير، انا ما عارفش، مش كتير. غلط كبير. ديفرنشال ده حاجه فظيعه يا جماعه، لازم، مش اي حد بيقعد تحت الميكروسكوب. مش مجرد اللي انت شفته ديفرنشال بناء عليه، احنا ما ينفعش نطلع كونكلوجن على التقرير من البلاد انديز زي انا ما قلت لكم. لازم اشوف شكل الخليه صغيره ولا كبيره، والتلتين ولا التلت، ونشوف البليتلت شكلها عامل ازاي، شوف التي بي سي بتاعتنا العد بتاعنا عامل ازاي، ونبدا نشوف شغلنا. لكن ما ينفعش العك. تمام؟ تعالوا بقى حاجه مهمه بس انتوا قطعتوني نسيتها. يبقى عرفنا الكوركشن في السي بي سي. جهاز السي بي سي اللي جوه، لو احنا عندنا جهاز سي بي سي جوه، الجهاز ده بيبقى عامل كام؟ قال يعني مينيمم كده 36,000، ده الصيني. في عندكم الماكوس ده 73,000، في معرفش ايه 90، في 100، في حاجات كتير كده. ماشي، انا طولت عليكم. وصلنا في نوعين من الاجهزه، حاجه اسمها 3 دي اللي هو 3 ديفرنشال، وحاجه اسمها 5 دي. عندنا 3 ديفرنشال و3 و5 ديفرنشال. يبقى انا هو طالب مني كومبليت بلاد كاونت او صوره دم كامله، اطلع له سي بي سي ناقص 2 ديفرنشال، هو بيطلع لينفو سيجمنت ومون. طب فين البازو اللي زينه؟ طب هو بيطلع 5، هل اصلا من الجهاز ده مقياس ليه؟ حد عارف الجهاز بيشتغل ازاي؟ جهاز السي بي سي في البيوت ايه؟ هو في حد تاني مني؟ يا اما زي ما انت قلت الاول ان هو يقيس على السايز؟ لا لا، في البيوت، في البيوت الاساسيه لما جه دول انت، ده مش اذا كاونت ده اسمه اللي راجل عالم اللي عمله، هو ما اسمهوش، هو ليه اسم تاني بس هو اتسمى باسمه. هو جه عندنا شاف عمل كود كده ماشي، وحط فيه بتاع كده، حط هنا بلازما وحط هنا معرفش ايه، لان البلازما موصل جيد للكهرباء والثانيه معرفش موصل ايه، وبداوا يفصلوا عن بعض. فالجهاز عندي اول حاجه بيقيسها، وبعدين عندنا لايز وعندنا كلين وعندنا دلون. ايه الدلون ده؟ ممكن لما يخلص نستخدم سلاين مكانه، بس مش لفتره طويله. هو نفس تركيبه السلاين بالظبط اللي هي جت هنا ماشي. الجهاز بيقيس اول حاجه خالص او بسيس اول حاجه خالص ايه، وبعدين بيبدا يعمل يكسر ويطلع لي الليمفوسايت والمونوسايت والحاجات دي، ويبدا ويطلع لي. بعدين ياخد الحاجات اللي اتكسرت يعدها بليتلت، وبعدين يعمل الحسابات دي. فكره الجهاز. معنى كده ان انا المفروض كل يوم اجي اغسل الجهاز. طب الجهاز هيطلع لي صفار في كل حاجه؟ لو جيت وغسلت وحاجه فيك واشتغلت، هتلاقي مثلا في الوايت بلاد سيلز 0.1، في البليتلت 16. النتيجه دي صح ولا